وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا رحمة حسن، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. بعد التحية، جهود حثيثة تبذلها مصر دون توقف لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحقن دماء الفلسطينيين، وفي الوقت الذي تحاول فيه تقريب وجهات النظر بين الطرفين، تداوم إسرائيل على نشر الأكاذيب والافتراءات على مصر. أستاذة رحمة، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. تفسير حضرتك للمزيد من الافتراءات والاكاذيب التي تنشرها اسرائيل عن مصر، خصوصا ان مصر مطلعه بشكل كبير جدا في حال القضيه الفلسطينيه وفي تقريب وجهات النظر بين الطرفين. بالضبط يا فندم، هي من المعروف ان السياسه الاسرائيليه قائمه على سياسه لي الحقائق ومحاوله التنصل من مسؤوليتها، وده امر لم يظهر للمره الاولى، ولكن ظهر كذلك امام محكمه العدل الدوليه بالقاء التهم جزافا على الدوله المصريه بانها هي من تقف امام المساعدات، بالرغم من ان الدوله المصريه هي اولى الدول التي قامت بالدعوه لضروره ادخال المساعدات وفتح معبر رفح والتنسيق من اجل ضمان دخول المساعدات للجانب الفلسطيني. كمان استقبل معبر رفح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكثر من مرة. كمان الدولة المصرية قدمت حوالي 80% من قيمة المساعدات التي تدخل للجانب الفلسطيني، ولكن نتيجة العمليات العسكرية الأخيرة وتصعيد التصعيد الإسرائيلي على حدود رفح الفلسطينية وسيطرتها والقيام بالعمليات العسكرية، هي الأمر الذي يعيق دخول المساعدات في الوقت الحالي، وبالتالي تحاول إسرائيل التنصل من مسؤوليتها كدولة احتلال في الحفاظ على وحماية المدنيين الفلسطينيين، والتنصل من فكرة أنها تتسبب في أزمة إنسانية وعمليات إبادة صحيح. جماعية، بجانب عملية التجويع التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر الماضي. وهي كلها أمور سياسية من أجل محاولة الخروج من الأزمة الحالية نتيجة الإدانة الدولية التي تعاني منها الدولة التي تعاني منها الجانب الإسرائيلي، وده اللي ظهر كمان في تصويت 143 دولة لحق الدولة الفلسطينية بحصولها على عضوية كاملة أمام الأمم المتحدة. كل هذه الأمور أدت إلى نوع من العزلة الدبلوماسية للجانب الإسرائيلي، يجعله يحاول لي الحقائق للتهرب من مسؤوليته، وكأنه دولة تحاول الحفاظ على أمنها ولكن وتتنصل من مسؤوليتها كدولة احتلال. صحيح، ومصر مستمرة في فتح معبر رفح الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمطلعة بشكل كبير جدا في تقريب وجهات النظر وحل القضية الفلسطينية. بشكرك شكرا جزيلا رحمة حسن، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك.